كيفاش لقيت روحك في أول جمعة في القراية؟ مريقل معناها في فورمة لقيت روحي باهي هكاك برا باهي ولا هكاك برا؟ هكاك برا. مازلت ما استنستوش بالقراية؟ لا استنسنا عاد صعب شوية عليه؟ الأول جاء صعب شوية من بعدك استنسنا والله بيه تعديت لي أصحابي ودنيا سمحة قيت روحي باهية والمعلمين باهين وعجبوني برشا سمحة القراية وتعرفت على برشا أصحاب وتعرفت على نساتي والسمحة تعديت جمعة سمحة ما هيش جمعة رزينة؟ لا لا مش رزينة باهية القراية ونساتنا باهين ونشكرهم برشا الجمعة صعيبة شوية مازلنا توما تعودنا على العودة المدرسية أما الجمعة وتتعدى ولازمنا نبداو نستنسو ونلقاو مين بكري وزيد نستنسو بالمعلمين الجدد اللي دخلونا والله بوغ ان ديبي تسمى بالباهي تسمى مرتاحة فرحانة أو ميم طون زيدا ما كتعب شوية بيسكو احنا باك والله الجمعة الأولى تبدل الريتم شوية خاطر مازلنا كي خارجين من رمضان عرفت سهرية وصيف وعريس وكذا الواحد جاك صعيبة شوية على الأول زيد تبارك الله عادام وسلامة الطقس تبارك الله فهمني هكا بسياسة بسياسة نستنسو بالريتم والله بويسكو احنا باك القرايه من اول النهار والريتم ياسر قوي الريتم تاع القرايه مش تو مش مناسب لازمنا شهر اخر باش نتعودوا على الريتم بون سافا ما كتخنا بون كنا في ريتم الصيف بالصيف رجعنا هكا تعودنا على القيم بكري والقرايه ولي بروف كل شيء مي سافا اول يومات في القرايه انا بدينا نرجع للريتم بديتوا تدخلوا في الجديات والقرايه وبيا ما زلتوا في فتره تعارف بينكم بين الاساتذه وبينكم بين بعضكم والله فما اللي دخل في الجديات معناتها كيما نقولوا الماتير دو باز معناتها كيما نقولوا ما تحكيه فهمت كيما زاد فما عباد معناتها كيما نقولوا المواد اللي ضعيفه فهمت مازلنا ما دخلناش فيهم بالبي مازلنا كنا نتعرفوا في ساعات البروف فما بروف توما شفنا جمله شكون اللي باش يقرينا كيما نقولوا بدينا شويه اما مازلنا ما دخلناش في برنامج نتاع سنه رابعه لا بالنسبه لي كونديسيون ما يعجبوش برشا سي بون البروفيت البروفيت زادا سبب ما عجبوني زادا حسب ما سمعت انا في الصيف قالوا باش يعملوا ست اسوايع كل مي طلعت كان معناتها مجرد توصيات ما صار منها شيء بون صحيح لومبلو ان بو شارجي نقراو معناتها من 8 لنص نهار من ساعتين لستة بريسك نهار عنا شوية ليب نهار الخميس مي بون باسكو باش تعبى معناتها باليزيتود وكل شيء معناتها بريسك جمعة كاملة نقراو برشا اسوايع